مشاهدينا، ارتفعت حصيلة انفجار خزان وقود في لبنان إلى 28 قتيلا و79 مصابا، فيما تجري اتصالات مع مصر وتركيا لنقل الحالات الخطيرة إليها. حسب تأكيدات لوزارة الصحة اللبنانية، ووقع الانفجار في ساعة مبكرة من صباح الأحد، وذكرت مصادر عسكرية أن الجيش كان قد صادر خزان وقود أخفاه أشخاص يعملون في السوق السوداء، وكان يوزع الوقود على السكان عندما وقع الانفجار. ووقعت الكارثة في منطقة عكار، وهي من أفقر مناطق لبنان. بدوره قال وزير الصحة حمد حسن إن حالات الحروق الشديدة ربما تتطلب العلاج السريع في الخارج لإنقاذ الأرواح، وذكرت مصادر أن عناصر في الجيش والقوى الأمنية من بين المصابين. من جهته قال رئيس الوزراء السابق سعد الحريري إن مجزرة عكار لا تختلف عن مجزرة مرفأ بيروت العام الماضي، داعيا المسؤولين اللبنانيين بمن فيهم الرئيس عون إلى تحمل المسؤولية والاستقالة. مشاهدينا، للمزيد أرحب بضيفي عبر سكايب من بيروت السيد طلال كحيل، الكاتب والإعلامي اللبناني. أرحب بك سيد طلال، كيف تابعت هذا الحادث المروع، وماذا يعكس مثل هذا الحادث؟ بداية كما ذكرت أنت في المقدمة، عكار من المناطق الأكثر فقرا في لبنان، لا ماء لا كهرباء، مدارس يعني بحالة يرثى لها. الوضع في عكار قديم، يعني هي معاناة قديمة جدا في عكار، هذه المنطقة الطيبة من لبنان. ما يعكسه هذا الحدث في الواقع هو الضغط الشعبي الرهيب، الضغط الذي يتعرض له هذا الشعب، الفقر، العوز، الحاجة للمحروقات، للبنزين، تخزين مواد خطرة بهذا الشكل. ولو أن قطعة الأرض كانت يعني بعيدة المساكن عنها نسبيا، لكن لو نظرت حضرتك إلى بعض أفلام الفيديو التي صورت قبل هذا الحادث الأليم، لوجدت أن هذه الخزانات أصلا صدئة ومهترئة وقديمة جدا، وتحتوي كانت على كمية كبيرة من المحروقات ولا يجب أن تكون هناك. المحزن في الأمر أنه من اللحظات الأولى لهذه المأساة اليوم في لبنان بدأ التوظيف السياسي، وبدأ إدخال دماء الأبرياء الضحايا في هذه الحادثة في البزار السياسي مع الأسف، وهذا يعني يندل له الجبين في الواقع. الحريري شبه ما جرى في عكار بانفجار مرفأ بيروت العام الماضي، ما وجه المقارنة؟ هو في الواقع يعني هذا كلام غير دقيق، لأن انفجار مرفأ بيروت بشهادة منظمات دولية كبيرة، هو يعني بيروت شيما أطلق عليه، يشبه هيروشيما إلى حد بعيد، والمواد كانت نترات أمونيوم خطرة جدا مخزنة بطريقة غير مناسبة إلى ما هنالك. هذه حادثة عكار فجر هذا اليوم سيدي كانت عبارة عن تخزين لوقود، و يعني سارع الناس للاستفادة من هذا الوقود، لأن الجيش كان يحاول مصادرة هذه الكمية ليستفيد منها الفقراء في عكار، وهم طبعا بدون كهرباء ولا حتى مادة المازوت التي تشغل مولدات الزراعة أو محطات المياه الصغيرة للمزارعين أو الكهرباء في مولدات الاشتراك كما يسمونها هنا في لبنان. لا، ليس هناك تشابه، لكن ربما الألم اللبناني والصفعة والأخرى، الوضع الاقتصادي، الشعور لدى الكل مسؤول وغير مسؤول أن هناك ما يحضر لهذا البلد، وأن هناك قرار بعدم تحسين الأوضاع في لبنان. وطبعا لا أرفع المسؤولية عن المسؤولين اللبنانيين أبدا، لأن كل ما يحدث في لبنان هو ليس نتاج لحكومة أخيرة أو وزير من هنا أو وزير من هناك، هذه أزمات متعاقبة ومحاولة لإخفاء الفشل على مدى سنوات طويلة في هذا البلد أدى إلى ما نحن فيه اليوم. ما الذي يحضر لهذا البلد؟ أنا أعتقد أن لبنان ينتظر برقيات دولية حتى تتم تسويات معينة مرتبطة بكل المنطقة، لطالما كان لبنان البلد الصغير الذي يطبق وينفذ الأوامر. يعني أنا أخجل أن أقول هذا الكلام، لكن نكتشف كلبنانيين يوما بعد يوم أنه لا قرار لبناني صرف، نحن ننتظر
ما ستؤول إليه الأمور في كل المنطقة، وستأتي المؤشرات من الخارج لكل تنظيم جهته المشغلة التي ستعطيه الأوامر، وعندها سيتم تشكيل الحكومة. ويعني ربما نشهد بعض الانفراجات، لكن لا أعتقد في المدى القريب أبدا. وما يحضر للبنان يجمع كثيرون وأنا منهم على أن هناك تغيير قادم على هذا البلد ما لم يتم تدارك الأمر. ما هو شكل هذا التغيير؟ البعض يرى بأنه البلد مقدم على الفوضى وربما الانفجار أيضا. ما زال لدي أمل أن لا يكون هناك انفجار في لبنان، وسأقول لك لماذا سيدي. لأن في لبنان تحتاج لأطراف تحتك وتصطدم ببعضها البعض حتى يحدث هذا الانفجار. في لبنان هذا غير متوفر. هناك تنظيم كبير واحد فقط لديه السلاح، التنظيمات الأخرى احتكت سابقا بهذا التنظيم ودفعت ثمنا غاليا. أنا لا أقول أن هذا التنظيم في نيته الاعتداء على إخوانه في الوطن، ولا أقول أن أجزم أن لديه مشروع من هذا القبيل، لكن طالما أن هناك جهة واحدة فقط تستطيع التفجير وهي لا تريد ذلك فلن يحدث. أما ربما الله أعلم يعني بإرادة ربما خارجية أو بتناسق مواقف معين يخدم مصلحة أطراف معينة قد يحدث صدام لسبب ما، لكن أعتقد أنه لن يكون دائم ولن يعيد لبنان 15 عاما من الحرب الأهلية كما حدث في سبعينيات من القرن الماضي. الأمور تتدحرج يعني، وهناك ما يدل على أن الأزمة تكبر. نعم، لكن أعتقد أن هذا هو شكل هذه الأزمة من الآن حتى تتضح على المستوى الإقليمي المرحلة القادمة. طيب، الرئيس الحريري يعني طالب المسؤولين بما فيهم الرئيس ميشيل عون بالاستقالة، هل هذا مخرج؟ سيطالب الرئيس ميشيل عون بالاستقالة، طبعا سيطالبه بالاستقالة. إذا كان رئيس جمهورية يتحدث بما تحدث به الرئيس اليوم ويقول من جملة ما قاله، يشير إلى جماعات مسلحة وجماعات إرهابية وأنه سبق وطالب الجهات الأمنية ببذل المجهود على هذا الموضوع. يا أخي، الناس تموت الآن في عقار، احترقت الناس وبينهم مفقودين حتى الآن من الجيش اللبناني. طب هل هذا كلام يقال؟ ويغرد له صهره من الجهة المقابلة أن كان لدينا شعور أن عكار خارج حضن الوطن. يا أخي، عكار حتى تكون داخل حضن الوطن يجب أن تصرف عليها الدولة الأموال وتهتم بها وتهتم بالناس اللي فيها. هذا ما يفسر هجوم الحريري بهذه الطريقة. وأنا طبعا هنا لست أدافع عن الحريري أو أقول أن الحريري أصاب فيما قال إلى ما هنالك. أنتم مسؤولون أيضا أخير. سعد الحريري على مدى سنوات طويلة كان رئيسا للحكومة في لبنان، ماذا فعل لهذه المنطقة؟ خزان بشري للجيش اللبناني عكار، أكبر قاعدة انتخابية للمتحدث السيد سعد الحريري عكار، ماذا فعلتم لها طيلة هذه السنوات؟ لا شيء. طيب اليوم ما المخرج باختصار سيد طلال؟ ما المخرج والبلاد وصلت إلى حافة الهاوية أو إلى حافة الانفجار أو الغرق؟ وأنا أراك وكأنه الكهرباء مقطوعة والبلاد يبدو كلها الكهرباء مقطوعة فيها. صحيح، أنا أعمل على الأضواء التي تشحن بالكهرباء من وقت لآخر، على البطارية يعني. نعم. المخرج مما نحن فيه يعني أعتقد مرتبط بما قلته سابقا، تسوية معينة لها علاقة بالإقليم وليس لبنان وحده. نحن نرى أن حتى المبادرة الفرنسية انحصرت. هناك من يسلم جدلا بأن هناك أفرقاء في لبنان لا يريدون تشكيل الحكومة. المسألة ليست كذلك. ما بين الضغط الخارجي والتجاذبات وما بين الضغط الداخلي والتجاذبات أيضا، نحن فيما نحن فيه الآن. أعتقد أن هذه المرحلة مستمرة. وأشعر أن أو أعتقد أن لا حكومة في لبنان حتى نهاية عهد الرئيس الحالي. هناك صعوبة في التعاطي مع رئيس الجمهورية. أنا لا أبحث هنا إذا كان هو المحق أم هو المخطئ. هو هكذا رأيه وهذا ما يريده وهذه الحقائب التي يريدها وهذه الوزارات التي يريدها، لكن لا يوجد انسجام مع أي من المكلفين حتى الآن. نعم، شكرا لك سيد طلال كحيل الكاتب والإعلامي اللبناني، كنت معي عبر سكايب من بيروت.